لك شو وينك يا منظومة؟ إذا ما إشي تحاكيتك ما بتزوريني؟ والله أنا كتير مشتاقة لك بس عتبان عليكي، هي تالت زيارة بزورك ياها وما بتردجيلي. هلأ شيلينا من العتاب. شو هالدلال هذا كله؟ إن شاء الله صحة وهنا. شكراً. دوقي لي هالنابلسية بتشل عكت المو طيبة. اي مندوق ليش لا؟ بينين زراع. ايه كتير. ومو بس النابلسية، دوقي المدلوقة بتشل كمان كتير طيبة. كتير طيبة على فكرة، كتير 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 طيبين. من جايبتيو؟ هذا المحل عن جديد صار عم يعمل نابلسية ومدلوقة كتير طيبين عن جد. عن جاي؟ هو عم يعملها؟ ايه كتير كتير حبيتها. ان شاء الله صحة وهنا. تيجي دوق المدلوقة. ايه بس كأن المدلوقة هيك شوية بسانة بتكون بايتة. عوزوا بالله شو بايتة؟ هلأ نزلهم. شبك هبة قولي على قامتي ساري مصفية بطني. ما أكلت شي على فكرة. هبة عن إذنك عن إذنك لازم فوت على الحمام، بطني عم يوجعني. يا عمري سلامتك، إذنك معك. إن شاء الله بتموتي وبرتاح منك. إن شاء الله سم الكراتي إلهي يخرب بيت قلبك. إن شاء الله لك يسموا بدنك مثل مو سامي بدني. طمنيني عنك، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟ أنا كتير منيحة ممتازة ومشتقت لك، بس ما كان بدها هالعزيمة وهالتكلفة هيك لياتا. نحن مغرب لك يا نوارة. لك يا صفاء يا حبيبة قلبي، أنت خيرك سابق كمان. صحة وهنا. أنا أسكن شي تاني؟ لا صحتين أنا، شكرا. سلم إيديك. إيش هو هاد؟ شو هالدلال هذا كله لك يا نور؟ لك يا عمري هلأ من إيدي، تفضلي. كمان خجلتيني. كلي كلي، الواحد شو أخذ معه؟ مو أخذين شي، تفضلي حبيبة قلبي. كلي تسلي كلي. انت كمان كلي. شبك صفاء؟ شبكي؟ ما بعرف يا نور. شكرا كتير مكترين بهارات بهالأكل. لكي انا انتي صارت تمغصني، لازم اقوم على الحمام عن اذنك. ان شاء الله سم الهاري. طالبت لها غدا مكلفني ما فتح ورزق، دين وديانت حق الغدا. إلهي ينزعوا عليها عيشتها مثل منازع علي عيشتي. سلم لي هالوش ما أحلى. يا ميت أهلا وسهلا. بالمهلي يا حبيبة قلبي، يسلموا إيديكي. بعرفك بتحبيها للشاكرية والجوزك برات البيت، فبكسبك وناكل سوا. لك يا حبيبة قلبي والله ما كان بدك تعذبي حالك كل هالعذاب، بدك كل هالغلبة. تكرم عيونك حبيبتي. كتير كتير كترتي هيك. لا كلي كلي حبيبتي، تغذي تقفشي. الله يسلم ايديك يا رب. وايديك يا عمري. يعني انا ما بشك بنفسك بالطبخة، مبينين من ريحتها ما شاء الله. يا صحة وهنا. بشدوا القلب. كريم لإلهي. ما كان بدك لهالغلبة تقبريني. سلم ايديكي. يو الغلبة حبيبة قلبي انتي. يلا صفاء كلي لا تخجلي. يلا يو لا تقولي لي شبعتي. لا يو شو شبعت بشهو، بس تقبريني شكلك من كثر شوية لي فيها ضايقت لي مصارين شوي. وين الحمام عندكم؟ عطفين المغص جفوت على الحمام. إن شاء الله بتموتي وبرتاح منك. نازعة علي حياتي تافهة الحقيرة. هلأ إذا قلنا أنا طعميتها صحنين، واحد نابلسية وواحد مدلوة، وكل صحن في 10,000 كالوريز، قدي صاروا؟ 20. يا عيني عليكم. بهالحالة هدول لوحدهم رح يخلوها تنصح وتصير مثل الدبة. وأنا كمان طعميتها نص شقف ونص كباب، كل واحد فيهم في 15,000 كالوريز. لهالحالة اثنين قديش صاروا؟ 30. ولا تنسوا كمان المسبحة والبطاطا المقلية والكبة النية والكولا معه،
يخرب بيتها صارت تحرج حركة مثل الفجعاني. تقول بعملها مو شايفة الأكل. عظيم، وأنا طعمت لكم ياها 3 صحون شاكرية على 100 الميتة فيها 10,000 كالورية. كالورية تنطح كالورية لأنه كانت كتير الشاكرية مدهنة. معناها على هالحالة خلال أسبوع بيرجع بيزيد وزنها وبتصير مثل الدبة. لكن أنا زوجي عيرني فيها ويقول لي روحي شوفي جسم رفيقتك صفاء أحلى منك. ولا أنا خطيبي عامر قال شو؟ قال جسمه مثالي. الله وكيلكم، سود لي عيشتي. لك يخرب بيته سود لي عيشتي. لك عالطالعة والناس اللي بيعيرني برشاقتها وأناقتها. قال ليش ما بتصيري مثل صفاء؟ هلأ شيلونا من هالحديث، مين بكرة من البنات بدها تعزمها؟ أنا تواصلت مع يارا ومايا وسارة وبصيتهم لحتى يطعموها أكل ويدعموها كتير كتير بالسعرات الحرارية. لك أي خرب بيتها خليها تنصع. قال يخرب بيتها وبس. قال إيه صارت معيار الجمال والأناقة عن جوازنا. والله العظيم ايش صار معي. طبعا لا ويا حرام، هالبنات كل وحده منهم جايبه ومتكلفه من كل صنف ولون. ان شاء الله صحه. وانا ودخلك بدي اسالك، اكلتي يعني هيك عبيتي لي هالبطو؟ يا شو عم تحكي انت؟ طبعا اكلت من كل شيء، بس خليتهم يتكلفوا اصعدهم لانه بعرفهم كل وحده منهم ابخل من الثانيه. اكلت من كل شيء لقمه لقمه. ان شاء الله صحه. وانا ودخلك بدي اسالك، يعني شو سبب هالكرم الزايد اللي كانوا فيه؟ أنا بقول لك شو السبب. خايف على مرتك ما تعرف شو السبب. حبيبي هدول الثلاثة غيرانين مني ومن جمالي وبدهم يعني ضلني آكل 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 لحتى أسمن وصير مثلهم. بس مو علي، أنا بطالع الحية من وكرة وبقدر بكتشف النوايا. جيت شو عملت؟ أكلت من كل صنف فعلا لقمة لقمة. فوت استفرغ بالحمام، فوت استفرغ بالحمام. إن شاء الله بيقبرني الجمال، إن شاء الله بيقبرني عاربة الأزياء وهم يدنسني. إن شاء الله بيقبرني اللي عم يستفرغ. تعي بتقبرني، خجلني بيقبرني أنا، بيقبرني.